بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد صيد الزواحف، هنشوفه انت مع بعض. طبعا قدامكم الورق، طبعا يا سحالي القمامة، شوف 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 الثعبان العاصر، شوف حجم الثعبان، وصيب ملتف على غزال. طبعا الثعبان ده كفيل ان يفتك بانسان. شوف الضخامة الورل، اصابة مميتة خلف الاذن مباشرة. في الرأس اصابة قاتلة. الصياد بيستهدف ايه؟ إصابة قاتلة. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وهنوعدكم بإذن الله تعالى جاي يكون أحلى وأحلى وأحلى بفضل الله تعالى. في الرأس إصابة قاتلة. طبعا الورل او السحالي عامة أكلة شعبية بالنسبة لشعوب شرق آسيا. طبعا الصياد هنا بيستهدف الرأس، الرصاصة أصابت رأس الورل. طبعا السحالي الأضخم بعد الكومودو، إصابة مميتة. إصابة قاتلة. سلم. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.